لأول مرة شاهد لقطات ومشاهد من مقابر الفنانين والفنانات وأين أماكن دفنهم. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الفنان عبد الحليم حافظ، تاريخ الوفاة 30 مارس عام 1977، توفي عن عمر نهز 47 سنة، دفن في حي البساتين في القاهرة. الفنان محمود عبد العزيز، تاريخ الوفاة 12 نوفمبر عام 2016، توفي عن عمر نهز 70 سنة، دفن في مقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه. الفنان أحمد راتب، تاريخ الوفاة توفي في 14 ديسمبر عام 2016، عن عمر نهز 67 سنة، دفن في مدافن العائلة طريق الواحات. الفنانة سعاد حسني، تاريخ الوفاة 21 يونيو عام 2001، توفيت عن عمر نهز 58 سنة، دفنت في مقابر طريق الفيوم. الفنان صباح فخري، تاريخ الوفاة 2 نوفمبر عام 2021، توفي عن عمر نهز 88 سنة، دفن في مقبرة الدحداح بدمشق في سوريا. الفنانة أسمهان، تاريخ الوفاة 14 يوليو عام 1944، توفيت عن عمر نهز 24 سنة، دفنت في مقابر البساتين في القاهرة. الفنان عبد المنعم مدبولي، تاريخ الوفاة 9 يوليو عام 2006، توفي عن عمر نهز 84 سنة، دفن في مقابر البساتين بالقاهرة. الفنانة ناهد شريف، تاريخ الوفاة 7 أبريل عام 1981، توفيت عن عمر نهز 39 سنة، دفنت في مقابر المجاورين بالقاهرة. الفنانة أم كلثوم، تاريخ الوفاة 3 فبراير عام 1975، توفيت عن عمر نهز 76 سنة، دفنت في مقابر الإمام الشافعي بالبساتين في القاهرة. الفنان فريد الأطرش، تاريخ الوفاة 26 ديسمبر عام 1974، توفي عن عمر نهز 62 سنة، دفن في مقابر البساتين في القاهرة. الفنان محمود ياسين، تاريخ الوفاة 14 أكتوبر عام 2020،
توفي عن عمر ناهز 79 سنة، دفن في مقابر الأسرة على طريق الفيوم. الفنان عزة العليلي، تاريخ الوفاة 5 فبراير عام 2021، توفي عن عمر ناهز 86 سنة، دفن في مقابر العائلة طريق الفيوم. الفنان صلاح قبيل، تاريخ الوفاة 3 ديسمبر عام 1992، توفي عن عمر ناهز 61 سنة، دفن في مقابر القاهرة. الفنانة ميرنا المهندس، تاريخ الوفاة 5 أغسطس عام 2015، توفيت عن عمر ناهز 39 سنة، دفنت في مقابر الكيلو 36 على طريق القاهرة السويس الصحراوي. الفنان أحمد مظهر، تاريخ الوفاة 8 مايو عام 2002، توفي عن عمر ناهز 84 سنة، دفن في مقابر باب الوزير قرب قلعة صلاح الدين الأيوبي. الفنانة رجاء الجداوي، تاريخ الوفاة 5 يوليو عام 2020، توفيت عن عمر ناهز 85 سنة، دفنت في مقابر العائلة منطقة السيدة عائشة بالقاهرة. الفنان سمير غانم، تاريخ الوفاة 20 مايو عام 2021، توفي عن عمر ناهز 84 سنة، زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، تاريخ الوفاة 7 أغسطس عام 2021، توفيت عن عمر ناهز 61 سنة، مكان دفنهما مقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس في مدينة نصر. الفنانة صباح، تاريخ الوفاة 26 نوفمبر عام 2014، توفيت عن عمر ناهز 87 سنة، دفنت في مقابر الأسرة بمسقط رأسها بدادون في لبنان. الفنانة شادية، تاريخ الوفاة 28 نوفمبر عام 2017، توفيت عن عمر ناهز 86 سنة، دفنت في مقابر الأسرة بالبساتين. الفنانة سوزان تميم، تاريخ الوفاة 28 يوليو عام 2008، توفيت عن عمر ناهز 30 سنة، دفنت في مقابر محلة قصقص ببيروت. الفنانة سهير البابلي، تاريخ الوفاة 21 نوفمبر عام 2021، توفيت عن عمر ناهز 84 سنة، دفنت في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر. الفنان عبد الله غياس، تاريخ الوفاة 13 مارس عام 1993،
توفي عن عمر ناهز 63 سنة شقيقه الفنان حمدي غياس. تاريخ الوفاة 7 مارس عام 2006. توفي عن عمر ناهز 82 سنة، دفن في مقابر شلشموان من يلقمح الشرقية. جدير بالذكر أنه تم نقل جثمان كل من الفنان عبد الله غياس والفنان حمدي غياس بعد أن قام أهلهما بتجديد المقابر في رمضان عام 2019، وهذه الصور من المقابر الجديدة لكل من الفنان الراحل عبد الله غياس والفنان الراحل حمدي غياس. الفنان عبد السلام النابلسي. تاريخ الوفاة 5 يوليو عام 1968. توفي عن عمر ناهز 62 سنة، دفن في طرابلس بلبنان. الفنان راسم حسين الجميلي. تاريخ الوفاة 1 ديسمبر عام 2007. توفي عن عمر ناهز 69 سنة، دفن في مقابر الغرباء بسوريا، وبعدها نقل جثمانه إلى العراق ودفن في بغداد. الفنان يوسف وهبي. تاريخ الوفاة 17 أكتوبر عام 1982. توفي عن عمر ناهز 84 سنة، دفن بقرب مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. الفنانة فاتن حمامة. تاريخ الوفاة 17 يناير عام 2015. توفيت عن عمر ناهز 83 سنة، دفنت في مقابر طريق الواحات القاهرة. الفنان نجيب الريحاني. تاريخ الوفاة 8 يونيو عام 1949. توفي عن عمر ناهز 60 سنة، دفن في مقابر الأقباط بمصر القديمة. الفنانة معالي زايد. تاريخ الوفاة 10 نوفمبر عام 2014. توفيت عن عمر ناهز 61 سنة، دفنت في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. الفنان سيد درويش. تاريخ الوفاة 10 سبتمبر عام 1923. توفي عن عمر ناهز 31 سنة، دفن في مقابر المنارة بالإسكندرية. الفنانة وردة الجزائرية. تاريخ الوفاة 17 مايو عام 2012. توفيت عن عمر ناهز 72 سنة، دفنت في مقابر العالية في الجزائر العاصمة. الفنان نور الشريف. تاريخ الوفاة 11 أغسطس عام 2015. توفي عن عمر ناهز 69 سنة، دفن في مقابر 6 أكتوبر. الفنانة أمينة رزق. تاريخ الوفاة 14 أغسطس عام 2003.
توفيت عن عمر ناهز 93 سنة، دفنت في مقابر القاهرة. الفنانة هند رستم، تاريخ الوفاة 8 أغسطس عام 2011، توفيت عن عمر ناهز 80 سنة، دفنت في مقابر عين الصيرة بالقاهرة. الفنان إسماعيل ياسين، تاريخ الوفاة 24 مايو عام 1972، توفي عن عمر ناهز 59 سنة، دفن في مقابر نزلة السمان بالقاهرة. الفنان سعيد صالح، تاريخ الوفاة 1 أغسطس عام 2014، توفي عن عمر ناهز 74 سنة، دفن في مقابر أشمون محافظة المنوفية. الفنان حسن حسني، تاريخ الوفاة 30 مايو عام 2020، توفي عن عمر ناهز 83 سنة، دفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم. الفنان سمير صبري، تاريخ الوفاة 10 مايو عام 2022، توفي عن عمر ناهز 85 سنة، دفن في مقابر المنارة بالإسكندرية. الفنان أحمد زكي، تاريخ الوفاة 27 مارس عام 2005، توفي عن عمر ناهز 58 سنة، دفن في مقابر مدينة 6 أكتوبر. الفنان عمر الشريف، تاريخ الوفاة 10 يوليو عام 2015، توفي عن عمر ناهز 83 سنة، دفن في مقابر السيدة نفيسة بالقاهرة. أخي المشاهد، لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة أخبار النجوم، وياريت ما تنساش الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.